جاء نادي سيب بطلا لدوري عام السلطنه لكره السله اثر فوز نزوة على الخابوره 66-54 في المباراه المثيره التي جرت هذا الاسبوع على صاله مجمع السلطان قابوس الرياضي في ولايه بوشهر، وذلك تحت رعايه صاحب السمو السيد شهاب بن طارق ال سعيد. وكان لزاما على الخابوره تحقيق الفوز بالمباراه حتى يتوج بطلا في مكان لاعبو سيب وجماهيره القليله التي تناثرت على بعض جنبات الصاله تنتظر على احر من الجمر فوز نزوة الذي لم يخيب ظنهم لتعود البطولة للسيب بعد غياب سنوات عجاب، فيما خرج الخابورة خالي الوفاض باحتلاله المركز الثالث على الرغم أن الفرصة أتيحت له في الشوط الرابع، وبالتحديد حينما تقدم 52-49 ثم 52-51 قبل أن يقلب محمد القصيمي النتيجة في غمضة عين لتصبح النتيجة 53-52 لصالح نزوة. وفي ختام المباراة قام صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد راعي المباراة النهائية بتسليم كأس البطولة لنادي سيب، وقلد لاعبوه ميداليات المركز الأول، وتسلم نادي نزوة ميداليات المركز الثاني، فيما تسلم نادي الخابورة ميداليات المركز الثالث. وفاز خالد سعيد الحسني من نادي الخابورة بلقب أفضل إداري، وحصل سعيد أحمد الحبسي لاعب النادي الأهلي على لقب أفضل صانع ألعاب، وحصل الأجنبي ديفيد مايكل لاعب النادي الأهلي على جائزة أفضل لاعب جناح، وفاز أسعد مبارك لحسني لاعب النادي الأهلي بجائزة أفضل لاعب ارتكاز، وشفيق خميس لاعب السيب بلقب الرمية الثلاثية، وتوج نفس اللاعب هدافا للدوري. كما قام رئيس الاتحاد العماني لليد والسلة بتقديم هدية تذكارية لراعي الحفل. طبعا نبارك جهود الأخوة، وطوال فترة المربع الذهبي يعني سيب كان ينافس بقوة على البطولة، لكن مباراة اليوم طبعا مباراة غريبة، لأن بينما سيب ينتظر المصير الخابورة ونزوة كل واحد له شأن في هذه المباراة، وبصراحة المباراة رائعة، ونزوة أعتقد أنه لعب من أفضل مبارياته في هذا الدوري، وفعلا كانت مباراة فيها منافسة وفيها ندية وبرزت فيها مواهب، يعني أنا أول مرة أشوفها طبعا في هذا المجال. فطبعا أنا سعيد بالفوز بهذه البطولة، ولكن في نفس الوقت أبارك لنادي نزوة فوز اليوم، فوز كبير على نادي الخابورة، أبارك لنادي الخابورة على تقديم مباراة قوية جدا. أتمنى لجميع الفرق إن شاء الله التوفيق في المستقبل، وأتمنى للعبة الازدهار والتقدم باذن الله. مبروك الفوز، ايش تقول عن فوزكم بالبطوله؟ والله ما اقدر اقول شيء، لان هذه جات بعد مجهود وتدريب وسنوات كثيره يعني من العطاء والمجهود. الشباب الحمد لله ما قصروا، احنا دور ثاني، دور الاول يعني شويه كنا تعبانين، بس دور ثاني شدينا والحمد لله رب العالمين. ما اقدر صراحه ايش اقول لك، هذه من الفرحه يعني، والحمد لله رب العالمين على هالفوز الكبير يعني.